السلام عليكم، معكم محمود من قناة روا لايف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد، والله أكبر والحمد لله. نبدأ حلقتنا وهي انهيار المعارف أو انهيار منظومة المعرفة في مجتمع ما، بسبب إيه او بيحصل ازاي انهيار منظومة المعرفة؟ يعني بتلاقي في المجتمع ان هم يقول لك انا مش مهم اعرف العلم الفلاني، او العلم الفلاني ده علم لا ينفع، يكون في نقص عام في المعرفة. انا طبعا طلعت بره الكابينة اللي انا فيها دي علشان البنتين اللي جم دول هيبقى صوتهم عالي وهيهزروا وهيبقى الحلقة دمها تقيل وفيها ازعاج. طبعا لابس كده علشان الجو كده بس. اما ربنا بيغضب على شعب بيبقى فيه ميثودز او اساليب كتيره للانتقام منهم، منها غياب المعرفه او غياب العلم او غياب بوصله الرؤيه، ان هم اهتمامهم بايه. فهتلاقي فيه شعوب كامله او امم كامله بتتحدث لغه واحده وهكذا، وتلاقيهم بينهاروا. طب بينهاروا ليه؟ علشان الظلم في شيء ما، ابخاس الناس حقوقهم، فيبدا الابتلاء تقريبا غالبا من جنس العمل، ان هم بيبقوا في مثلا ايه، بيغيبوا المعلومه عن الناس، فربنا يبتليهم بغيبه المعلومه او المعرفه في المجتمع. فهيبقى مثلا عندك في مثل في احد الشعوب مثلا، ان هو ربنا يامر مترفيها. مترفيها دول اللي ممكن يكونوا مين؟ ممكن يكونوا اهل العلم اللي عندهم طرف العلم والثقافه والمعرفه والدكتوراه، يامرهم ففسقوا فيها. ربنا يامرهم ويبتليهم في انفسهم في امتحان فيفشلوا فيه، فيبتدي الناس المعروفه المترفين اللي في المجتمع يتساقطوا معرفيا ومجتمعيا ويسقطوا المجتمع معاهم. فاسقاط المجتمع بيبقى بهذا الشكل او بهذه الطريقه او بهذه المنظومه. فالمترفين دول في مجتمعاتنا موجودين كتير، في المجتمع العربي مثلا، في المجتمع الروسي موجودين كتير، وفي منهم فسقه. ولكن هل كلهم فسقه؟ لا. اما تلاقي كلهم فسقه و علمهم ده اللي هم عليه مثلا دكتوراه فنون اي حاجه اي مجال هم عاليين فيه، دول مترفين بتوع المجتمع اللي صوتهم زائع اللي الناس بتسمع لهم. اما تلاقي الناس دي كلها، اما يبقى في قضيه دوليه عن مثلا الشذوذ، لهم يأيدوه الشذوذ ضد الفضيله او ضد الفطره الحسنه او الطيبه. اما تلاقي في حد صالح بيدعو للناس يبعدوا عن الفسق، وان الصلاح او الانعزال عن الحاجات دي افضل، تلاقيهم يهاجموه. اما تلاقي واحد بيقول للناس بيدعو لرساله مثلا الحاد، وتلاقي الناس دي بتايده وتقول لك هو حر يا جماعه يقول اللي هو عايزه، بينما اللي كان بيحض على الفضيله مش حر يقول اللي هو عايزه. فتعرف ان المجتمع بيسقط في ابتلاء، ربنا امر المترفين دول انهم يسقطوا. ففي القوميات دول ربنا مش بينتقم منهم كلهم بالكامل، بيبقى في ناس صالحين اللي بيقفوا في وش او بيواجهوا هؤلاء المترفين الفاسدين الذين ربنا امرهم ان هم يفسدوا او يمعنوا في فسادهم، فيخسفوا بالمجتمع الارض. وفي وقائع تاريخيه كتيره ممكن احكي لكم عليها للصبح، وحاجات كتيره حصلت في مجتمعاتنا وقلبتنا على اليمين ذات اليمين وذات الشمال، لحد ما ورمنا من كتر الاختبارات والتجارب وما نتعلمش. الأمثلة في الأثر وفي الماضي وفي التاريخ لا تعد ولا تحصى، من عهد محمد علي، مماليك، فاطميين، حتى في الدولة الزنجية، وهي اسمها نسبة إلى محمود زنجي وليس زنكي، هي جي. عندنا مشاكل برضو إيه في نطق الكلمات الأعجمية أو الأجنبية، أما بتعرب زي مثلا غانا المفروض غانا، جامبيا بنقولها جامبيا، في ناس تقولها غامبيا، مش صح، الصح ان هي تتنطق صح غانا، كينيا مش غينيا. ففي يعني حاجات في اللغه كده تتظبط ان شاء الله مع الوقت. واللغه العربيه من مميزاتها ان هي بتطور نفسها زي اللغات كتيره اخرى بتطور نفسها وبتجدد نفسها. واللغه العربيه يقال انها تحتوي على 12 مليون لفظ. بعيد عن اللغه العربيه، نخش على جزء تاني من الحلقة وهو المترفين دول. طب احنا خلاص عرفنا انهم ناس فاسدة،
قاومناهم وبالكلمة، بس احنا عندنا منابر صغيرة مش هنقدر نقف قدامهم، بس احنا مش منهم. فنعمل ايه بقى؟ ده الجزء الثاني من الحلقة. ببساطة شديدة الجزء الثاني من الحلقة بيكلمك عن السفر. انت مش عاجبك الناس اللي في البلد دي او القيم اللي موجودة في المجتمع ده، وانت قاعد وسطهم شايف الابتلاء بيجي عليك، اذا السفر هو الحل. ولكن في احوال اخرى ممكن الابتلاء على مجموعة اللي هم بيتبعوا المترفين دول وخلاص، وانت قاعد في امان وبتمارس شعائرك، مفيش حد بيمنعك، محدش بيهاجمك، محدش بيتنمر عليك، زي الكلمة المشهورة تنمر يعملك نمرة يعني. ف اذا كان هذه الاشياء او هذه التصرفات انت ما بتضركش، ما بتأثرش عليك، وانت عايش في مجتمع بتنغنغ ومبسوط، خلاص كمل يا معلم عادي. ولكن اذا كانت الدنيا فيها ضغط عليك من هذه النواحي، ان يقول لك لا بص، تفسق وتبقى مع الفاسقين وتتبع وتكفر بآلهتك وتؤمن بآلهتنا، يا اما تخرج من البلد، يبقى اخرج من البلد وش كده. وكانت هي دي حلقة النهاردة، ودي فكرتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، الحمد لله، السلام عليكم.